يا بنت الناس يبقى قاعد بالقهوة أنا مع الريال ما أقدر أرد عليك بأي وقت. بعدين تقول الحريف هم اللي نكديات. والله نكديات خذها مني يا إبوة. لا بالك جنطتها في بوك؟ لا في كمنجة صغيرة. على كل موضوع أي سالفة تطلع الكمنجة والجرس. استديو 23 الليلة 8 بتوقيت السعودية على NBC1 وشاهد رمضان يجمعنا.